ويبقى دكتور انا جالي احتباس 3 4 مرات. احتباس، حضرتك عندك كام سنه اساسا؟ عندي 61 سنه. في عندك ضغط ولا سكر؟ عندي سكر من النوع الثاني. من النوع الثاني، بتاخد له علاج مظبطه يعني؟ باخد له علاج ومظبط الحمد لله كويس. تمام. فدلوقتي استنيت على عمليات الساعه التداخليه والتبخير، يعني اطلع عمليه ما تكونش اعراض جانبيه عندي. لا يعني انت دلوقتي مشكلتك في الاحتباس. الاحتباس بيجيلي وبيجيلي اكتر، الشتاء اكتر. وركبت قسطرة قبل كده؟ بتاع 4 مرات او 5 مرات. تمام. في حد من الدكاتره شافك وعرف المشكله، يعني عارف التشخيص بتاعك؟ وقالوا لي عايزين عمليه، قالوا لي المفروض لازم تعمل عمليه. بالظبط كده. لانه حتى ما جه في راكب القسطرة ما ركبتش بتوسيط موسع، ما ركبتش عادي. تمام. دي مشكله. ركبت موسع كده زي النيكل كده وعامل موسع. تمام يا استاذ شوقي. ماشي يا بيه. شكرا يا استاذ شوقي. تمام. الحافظ هو غالبا استاذ شوقي عنده مشاكل في البروستاتا. المشاكل دي هل تضخم حميد ولا حاجه ثانيه؟ لازم يتعمل تقييم كامل للبروستاتا قبل ما اعمل اي عمليه خالص. بنعمل تحليل دم اسمها دالات بروستاتا واسمه البي اس اي. لازم اعرف البروستاتا فيها مشاكل، وايه اللي داخل القسطره متعوبه، في حاجه بتعوق هنا سريان القسطره، يبقى في حاجه هنا في قناه مجرى الهول او البروستات زي ما قلنا في الاول، في حاجه تعوق سريان البول، حاجه زي ما دي قناه مجرى البول، يعني فيها دي او حاجه، او في حاجه في البروستات نفسها اتضخمت وحصل فيها مشكله فقافله مش عارف يعدي. فلازم تعمل تقييم مظبوط لحل الشاشه، يعني البروستات دي تعرف كويس من نوع الحميد ولا نوع اخر، يعني في مشاكل اخرى، عشان الاثنين بقى التقييم بيتم بقى حاجات. هل المشكله في عضله مثلا اخرى فيها مشكله مرتخيه ومش عارف فض البول؟ ولا في مشكله اخرى؟ فبنعمل حاجه، اول حاجه بنعمل سونار على البطن والحوض، وبيصوروا بطنه مليانه ميه، وبعدين يروح فاضي استاذ شوقي ويرجع لي تاني، ويرجع له تاني، شوف هل البول كله جوه نزل ولا متحوش جزء ما نزلش؟ طب والجزء ده نزل ماشي قد ايه؟ ليه مقياس؟ على رقم معين خلاص، لما عدى الرقم ده يبقى عمليه البرسلة مهمه جدا. وبيعمل حاجه اسمها مقياس ديناميكي التبول، هل المشكله في عضله المثانه فيها مشكله اخرى؟ عشان لما اعمل العمليه اقول له والله لسه عندك ضعف العضله شويه هتتحسن مع الوقت. فلازم الخطين دول يتعمل مقياس، يتعمل فحص البرسلة كامل وتفاصيلها، وتعمل الديناميكية التبول دي عشان بناء العدو بقى خط اللي هيكون جاي ايه؟ بصير هي الشال بتشال ازاي؟ بطريقه ما حسب اللي هي فيها ايه؟ او هتاخد علاج معين، لسه القرار ده هيتاخد بعد ما يتم تقييم كامل للبروستاتا والحركه بتاعت المثانه.